السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل أتمنى يعجبكم، خاص بالاستدامة، وهو عبارة عن إطار أو منصة لإعادة الإعمار، فدي حاجة جميلة جدا، معلومات قيمة ومنظمة، فأتمنى الناس تدرسها، ولو عندها أي حاجة تواصل معاهم، تقدر تحمل ملفات PDF. الجميل إن فيها حاجات بالعربي، تمام، في فريمورك ألاينمنت تشيك ليست تقدر تحمله. تقدر تيجي هنا برضو، تقدر تخش مثلا على الأماكن، مثلا ميدل إيست عند نورث أفريقيا، أنا أختار طبعا بلاش كلمة ميدل إيست، خلينا نقول الدول العربية، تمام. طيب هتلاقي عندك هنا في مصر مثلا الهرم الأخضر، ايجيبت جرين بيلدينج كونسل، هنا هتلاقي تونس، تونس GBC، هتلاقي فلسطين، المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، ده لبنان، نظام الأرض، السعودية، البناء المستدام، هتلاقي عندك هنا الإمارات، الجردن، طبعا تقدر تخش أوروبا وتشوف الأنظمة اللي موجودة هناك. بيجيب لك خريطة ويديك معلومات عن الأنظمة اللي موجودة هناك، مثلا أنت بتسافر أي دولة فتبقى عارف إيه النظام اللي موجود هناك، فكرته جميلة.